السلام عليكم قناة المستر، ترحب بكم. النهاردة هنحل كتاب جيم تانية ثانوي الوحدة التاسعة الترم التاني درس التالت والرابع. هنحل جرامر من صفحة 132 ل 136. انتظرونا. صفحة 132. بس قبل ما نحل رقم واحد عندنا التركيبة ديت لبيان ان الفرق كبير ما بين ايه، شخصين او شيئين. هنستخدم فار او ماتش او الوت، وبعدهم صفة مقارنة، بعد كده ذان. نشوف المثال ده. Wood is not than gold. المعنى المقصود ان الخشب ايه ارخص بكثير من ايه الذهب. But in some cases، ولكن في بعض الحالات، it's more useful، بيكون افيد منه. المهم عندي هنا than، يبقى إذن ايه هتبقى الصيغة ديت اللي هي بتاعت الايه المقارنة، بنستخدمه far cheaper. ادي far وبعدها صفة ايه المقارنة. طبعا cheaper دي ما ينفعش معاها ايه، ما ينفعش معاها more. as هنا ما تنفعش عشان هنا ما فيش as، ده ديت ايه صيغة مقارنة. وتشيبست ديت بتاعت التفضيل، مفروض يبقى قبلها ايه ذا، ويكون صيغة ايه تفضيل، جملة تفضيل، لكن ديت مقارنة. اتنين، I am 18، انا عندي 18 سنة. and my brother is 30، واخي عنده ايه 30 سنة. so he is، لذلك فهو ايه نقط مي، لذلك فهو اكبر مني بكتير. يبقى دي كمان صيغة ايه مقارنة، اللي هي مين much older than، ادي much صفة مقارنة وذان، يبقى الإجابة إيه؟ أكبر مني بكتير. تلاتة، when I am with you، لما أكون معك. I am، أنا بكون إيه؟ المقصود يعني أنا بكون أكثر سعادة، يعني ديت مقارنة ضمنية، هنستخدمه إيه؟ a lot، وبعدها إيه؟ صفة مقارنة، يبقى الصح هنا هتبقى C، a lot happier، أصل كلمة happy ما تاخدش more، تمام؟ قال لي هنا happier than، فلازم يجي بعدها ايه، بيجي بعدها ضمير هنا او اسم. as happy يجي بعدها as، بعد happy ديت اللي هي الصفة يجي كمان as، وبعدين اسم تاني او ضمير يعني. اربعة، this tv، التلفزيون ده، has got a not picture، عنده صورة ايه than the one we saw yesterday، يعني صورته ايه افضل بكثير من اللي ايه التلفزيون اللي شفناه ايه امس. نفس الكلام عندي هنا than، يبقى هيجي صيغة مقارنة، تبقى الإجابة much، much better. جاب لي طبعا much هنا قبل better عشان يبين إن الفارق إيه أكبر بكثير. أما good ما تنفعش عشان قال لي هنا than، يبقى لازم صيغة مقارنة. more better، better ما تاخدش more. best طبعا دي صيغة إيه تفضيل، وهنا قال لي than المفروض تبقى مقارنة. خمسة، I think، أنا أعتقد French is not than English، أنا أعتقد إيه إن اللغة الفرنسية أصعب بكتير من الإيه من الإنجليزي. عندي نفس الكلام، أدي than، يبقى ديت مقارنة، يبقى نختار اللي فيها more، يبقى الإجابة دي much more difficult، أصعب بكثير من نفس الصيغة اللي إحنا قلناها. أدي much وبعدها صيغة مقارنة وبعدين than عشان تبين إن الفرق إيه كبير ما بين الفرنساوي والإنجليزي في الصعوبة. صفحة 133 قبل ما نحل المثال ده عندنا ايه التركيبة ديت، بي فيرب تو بي او جيت يوزد تو، يجي بعدها الفعل في اي ان جي، تعبر عن عادة في الحاضر، عادة في الحاضر. نشوف المثال. واحد، on summer evenings، في امسيات الصيف، في ليالي الصيف، they not out in the garden، يعني هم ايه معتادين ان هم يخرجوا ايه في الحدائق، and having cold drinks، وتناولوا مشروبات باردة. هنختار الإجابة دي على أساس إيه هنا؟ أدي الفعل فيه إيه؟ ing having، يبقى معطوف على الإيه؟ على الفعل ده، هتبقى الإجابة B. are used to sitting، معطوف على sitting، عبر عن عادة في الإيه الحاضر. رقم اتنين، this dictionary، هذا القاموس، is used to، هنا معناها يستخدم لي، فتبقى هنا فعل في المصدر، يستخدم لي، is used to look up the new and difficult، يعني هو إيه يستخدم للإيه؟ للبحث عن الكلمات الايه الجديده والصعبه، لازم تبقى فعل في المصدر. هنا is used to دي مبنيه للمجهول، يستخدم ليه. 3، she never، هي عمرها نقط، معنى المقصود عمرها ما كانت ايه معتاده، to eat soup، اللي هي تتناول الشوربه، when she was young، لما كانت صغيره. طيب انا هعرف هنا بقى الايه الحل ازاي، من كلمه was هنا، دي ماضي، يبقى كانت معتاده على شيء في الماضي، used to like،
كانش معتاد انها تحب الايه تناول الشوربه يعني. كلام هنا عن الماضي عشان كده استبعدنا ديت مضارع وديت كمان ايه مضارع ودي كمان ايه ما تنفعش. ليه بقى؟ لان الفعل لايك ده من افعال الايه العاطفه يعني والتفضيل وكده ما يجيش مع ود. 4 ده دينتس طبيب الاسنان نقط او التو اوف هيز تيث يعني خلع ايه سنتين من اسنانه. وان اوف ذيم واز كويت جود واحده منهم كانت ايه كويسه ايه تماما. المهم يعني ايه طبيب الاسنان خلع ده حدث تم وانتهى في الماضي تبقى بولد. بس ما تنفعش بقى ديت ايه عاده ودي عاده يعني كان متعود يخلع له ايه سنتين هتفضل له ايه بقى. 5 ماي براذر نوت ليفز ان ذا كونتري سايد يعني اخي لم يعد يعيش فين في الريف. هنختار نو لونجر وهنقول ليه. يوز دي تو يجي بعدها مصدر لكن ده في اس وود كمان يجي بعدها مصدر لكن ده في اس تمام. اخترنا بقى نو لونجر كمان ليه عشان بيجي بعدها مضارع بسيط ادي مضارع بسيط اللي هو ايه ليفز. طب ان لونجر ما تنفعش ليه عشان بيجي معاها مضارع منفي اما ده مضارع مثبت. صفحة 134 واحد it was difficult to live in the hot climate كان من الصعب ان ايه اعيش فين في المناخ الحار at first اولا but I soon ولكن انا سريعا not it ولكن انا سريعا ايه اعتدت على الشيء ده اعتاد على شيء في الماضي تبقى got used to دي يجي بعدها ايه الشيء اللي اعتدنا عليه. اما used to يجي بعدها الفعل في المصدر فعشان كده مش هتنفع ديت مضارع مش هتنفع لان الكلام هنا عن الماضي دي ووز هنا. رقم 2 قبل ما نحلها عندنا طبعا التركيبة دي a bit او a little او ايه كمان even او rather وبعدها صفة مقارنة زائد than عشان تبين ان الفارق ليس كبير ما بين شخصين او شيئين. هنشوف بقى جملتنا my cat is a bit not than my dog يعني القطة بتاعتي تكون ايه متصادقة قليلا عن الايه الكلب بتاعي. المهم عندي هنا في ذان خلاص يبقى لازم حاجة هنا ايه مقارنة friendlier طبعا الصفة اللي هي friendly ديت ما تاخدش مور. 3 when I was a student عندما كنت طالب schools المدارس not having more children in the class المدارس ايه اعتاد ان ايه يكون فيها ايه اطفال اكتر في الفصل فصل مليان تبقى الإجابة B were used to يجي بعدها الفعل فيه هنا إيه ing إنما دي صيغة خاطئة. no longer بيجي معاها مضارع بسيط مثبت طبعا الكلام هنا عن الإيه عن الماضي. were using يعني إيه كانت تستخدم مش هتنفع بقى المدارس هتستخدم إيه. 4 his behavior سلوكه was not than what we thought at first يعني سلوكه كان إيه أغرب بكثير مما اعتقدنا في البداية. عندنا هنا في ذان يبقى لازم مقارنة المقارنة هنا تبقى الإجابة سي much stranger much هنا عشان تبين إن الفارق كبير يجي بعدها صيغة إيه المقارنة دي stranger than. 5 I study in London أنا بدرس في لندن so I not abroad لذلك أنا إيه متعود على المعيشة في الخارج يبقى ايه معتاد على الشيء في المضارع لان قال هنا study. 3 دولت عبروا عن الماضي هي دي الصح. am used to living معتاد على الشيء في المضارع. 6 for me بالنسبة لي science is not difficult than history يعني ايه العلوم بتكون صعبة شوية ايه حاجة بسيطة كده عن الايه عن التاريخ. المهم نركز سوا ده في هنا than يبقى لازم يجي صيغة مقارنة صيغة المقارنة الصح هنا هتبقى مور ومعاها ايه سلايتلي. 7 شيماء نقط لونج دارك هير يعني ايه شيماء كان معتاد ان هي يكون ايه شعرها طويل واسود but she looks different now ولكن يبدو ان هي ايه تبدو مختلفة الان يعني كان معتاد ان هي ايه امتلاكها للشعر دي يمتلك ليه ايه هاف دي تيجي معاها يوز دي تو هاف واحنا قلنا ان هاف ده من افعال التملك ما تجيش مع ود كله بيعتمد على بعضه بقى الايه القاعدة كلها بتعتمد على بعضها جزئين. 8 all my friends are كل اصدقائي يكونوا نقط than me during races ويكونوا ايه اسرع مني في السباقات اسرع مني بكثير في هنا than يبقى صيغة مقارنة صيغة المقارنة هنا في الاربعة دولت far quicker. 9
تسعة I've started drinking tea recently، يعني أنا بدأت أشرب شاي إيه مؤخرا. I never not liked it before، أنا كنتش متعود إن أنا إيه أشربه من قبل، كانش معتاد على شيء في الماضي. بقى هنا المعنى المقصود يبقى used to، وطبعا إيه منفيها بإيه never. طب الأولانية ما تنفعش ليه؟ في هنا didn't ما تجيش مع never، تمام. ونو لونجر بتيجي مع الايه، مع الاثبات ومع المضارع، لكن الكلام هنا بيتكلم عن الايه، عن الماضي. نفس الكلام بالنسبه لديه، بتيجي في الايه، في المضارع. عشرة شي نوت ان تروبيكال كلايمتس، يعني المعنى المقصود يعني هي ليست معتاده ان تعيش في المناخ الايه الاستوائي. وان شي داز، عندما تقوم بذلك ان تعيش هناك، اللي بيحصل شي سافرز الوت تعاني الكثير، يعني الكلام عن المضارع هنا دي داز ودي سفرز. خلاص والإجابة دي isn't used to living، ليست معتادة في الايه، في الحاضر، يعني لأنها تعيش في المناخ الاستوائي. 11 you would better wear your coat، من الأفضل أنك ترتدي المعطف بتاعك. it's not yesterday، ده الجو ايه أبرد بكثير من الأمس. الإجابة هتكون ايه، much، اللي هي ايه تبين ان الفرق كبير، وبعدها دي صيغة مقارنة. اما cold as لازم كان المفروض يبقى فيه هنا ايه as في الجملة يعني، ودي colder as صيغة ايه مش سليمة، ودي كمان صيغة مش سليمة. almost بيجي معاها as والصفة واز، ما يجيش معاها ايه مقارنة كمان كده. 12 he used to live in Italy، هو اعتاد انه يعيش في ايطاليا. but he not lives there، ولكن بقى دلوقتي ايه لم يعد يعيش هناك. الكلام هنا ايه مضارع بسيط، مثبت هتيجي معاها no longer، لسه قايلينها. صفحة 135 13 I not a lot but I do now، يعني في حاجة تناقض هنا، قال لي but هنا، والمعنى المقصود اللي هو ايه بقى، لم اعتاد ان اقرأ الكثير ولكني افعل الان. الان يعني معنى كده ان ايه كانت حاجة في الماضي، لم اعتاد ان اقرأ الكثير. I didn't used to read، كنتش بحب أقرأ كتير يعني. 14 she used to eat a lot of sweets، اعتادت أن تأكل إيه كثير من الحلوى. but she doesn't do، ولكنها لم تعد إيه تفعل ذلك anymore، زي بالظبط إيه any longer كده، بيجي معاها نافية. طبعا احنا عارفين إن any بتيجي مع الإيه، مع النافية، في نافية هنا doesn't. 15 Her illness was not than we thought at first، المعنى المقصود إن مرضها كان إيه أخطر بكثير مما اعتقدنا في البداية. المهم عندي هنا في than، يبقى ديت إيه مقارنة، هنجيب صيغة مقارنة تبقى الإجابة B. Far more serious، يعني أخطر بكثير، الصيغة دي بتاعت إيه far وبعدها إيه صيغة المقارنة وthan هنا عشان تبين إن إيه الفرق كبير ما بين مرضها واعتقادنا. 16 every evening، كل مساء local people، الناس المحليين not out، يعني كانوا بيخرجوا onto the streets، في الشوارع، and sell souvenirs، ويبيعوا ايه هدايا تذكارية. هنعرف الاجابة دي ازاي، عندي هنا فعل في الايه في المصدر، يبقى لازم نجيب حاجة معطوف على فعل في المصدر تبقى الاجابة would go، would والمصدر هنا سلوك نمطي متكرر في الماضي. اما ديت ايه الفعل في ing، وديت مضارع وديت ماضي تام. 17 My brother not be a better swimmer than me، يعني أخي كان إيه كان سباح أفضل مني. and he not always win، ودايما كان إيه كان بيفوز. الإجابة هتكون إيه وهنقول ليه. الفراغ الأولاني used to عشان verb to be ده، اعتاد أن يكون، مينفعش معاه would، خلاص، لأن ده إيه من أفعال الحالة، يجي مع used to ما يجيش مع would، would ما يجيش معاها أفعال الحالة. لكن الفراغ التاني هنستخدم بقى إيه would، he would always win، وده السلوك النمطي المتكرر منه إن هو كان إيه دايما بيفوز. 18 he behaves، هو بيتصرف not worse than before، يعني إيه أسوأ من إيه من ذي قبل، ده صيغة إيه صيغة مقارنة يجي معاها even. 19 he made his money، يعني كون فلوسه، from buying and selling، من بيع وشراء الايه السيارات، تبقى الاجابه السيارات الايه المستعمله، تبقى الاجابه used.
رقم 20 بيقول لي في جملة هنا is not، خلي بالك كده، ليست grammatically correct، ليست صحيحة من ناحية الجرامر، تبقى الإجابة C، وهنقول ليه. have to ديت ما يجيش معاها ايه، تبقاش having ابدا، هي بتاعت ايه، اضطر الى او كان يجب عليه. 21 when I was young، عندما كنت صغير، I not a lot in bed، يعني اعتدت ان انا ايه اقرا كتير في السرير بتاعي، كنت متعود على الشيء ده في الماضي. خلاص هتبقى الإجابة was used to reading، أصل ديت ماضي مستمر. ماضي مستمر يعني إيه؟ لازم يكون في حدث إيه مستمر ده، والحدث التاني قطعه، مفيش حاجة من دي. إيه سي دي صيغة خاطئة، لأن used to يجي بعدها الفعل في المصدر، نفس الكلام الغلط هنا، didn't used to المفروض يجي بعدها الفعل في المصدر، أما ده فعل فيه ing. 22 جملة في دولت is grammatically incorrect، خاطئة من ناحية الايه الجرامر، هتبقى الإجابة دي، وهنقول ليه. last week، هنا عندي last week، يبقى ديت ايه ماضي قريب، ما ينفعش استخدم مع used to. 136 صفحة 136 رقم 23 the cheapest thing، يعني أرخص شيء في المحل ده is the blue suit، البدلة الايه لونها أزرق. this means that، معنى كده ان ايه، هتبقى الاجابة سي، كل حاجة في المحل ده اغلى من البدلة الايه الزرقاء، هي ارخص حاجة. everything in the shop، كل حاجة في المحل ده is more expensive، بتكون اغلى than the blue suit، من البدلة الايه الزرقاء. 24 اسامة and I have bought two small t-shirts size 8، انا واسامة اشترينا ايه تيشيرتات مقاسها ايه 8. المهم this means that my t-shirt، معنى الكلام ده ان ايه التيشيرت بتاعي بالظبط نفس مقاس تيشيرت اسامة، هتبقى الاجابة ايه كده واضحة، exactly the same، نفس المقاس بالضبط size as اسامة's. 25 I had difficulty in driving cars in the bus، كان عندي صعوبة في ايه سواقة السيارات في الماضي، but now I can drive well، بس دلوقتي انا اعرف اسوق كويس، معنى كده ان ايه this means that، ان السواقة بتاعت السيارات ديت في الماضي ما كانتش سهلة بالنسبة لي، تبقى الاجابة C driving cars، قيادة السيارات in the bus في الماضي wasn't so easy، ما كانتش سهلة for me بالنسبة لي. في رقم 26 I think we should have، انا اعتقد ان احنا يكون عندنا يعني a lot wider range of facilities، مرافق، مجموعة واسعة من المرافق، مجموعة أكبر من الإيه المرافق، in primary schools في المدارس الابتدائي. المهم عندي هنا في مقارنة اللي هي wider ديت، هيجي معاها far، زي ما قلنا بقى far ديت هتيجي قبل إيه صيغة المقارنة عشان تبين إن الفارق إيه كبير في المقارنة. 27 I used to catch fish، حتت إن أنا أصطاد سمك، when I was young، لما كنت صغير، but now I don't do، بس دلوقتي أنا لا أفعل ذلك، هنا في نفي تمام، بتيجي مع النفي anymore، لسه حلين مثال عليها إيه من شوية. 28 there are not as many people living on that isolated island as we see nowadays، إيه معنى الجملة ديت؟ نكملها، the number of people، عدد الناس has greatly increased، ازداد إيه بدرجة كبيرة، معنى كده إيه؟ ما كانش معتاد ان يكون في عدد كبير من الناس عايشين على الجزيرة الايه البعيدة المنعزلة دي، زي ما شفناهم اليوم، العدد زاد، العدد زاد يعني معنى كده ايه ان هنا في نافية، هتبقى الاجابة didn't used to be، لازم تبقى نافية، ما كانش معتاد ان يكون، لكن دي نافية اه، بس هتبقى المعنى ايه خاطئ، يمتلك، ما كانش معتاد ان ايه تمتلك. 29 My father no longer smokes as، يعني والدي لم يعد يدخن as he، زي ما هو كان متعود على كده ايه من قبل، فالصح هتبقى ايه used to، بس اصل ديت used to have، اعتاد ان ايه يمتلك، يمتلك ايه هو يدخن، ايه used to be، اعتاد ان يكون، يكون ايه is used to ديت مضارع، لكن احنا بنتكلم عن ايه هو اعتاد، زي ما اعتاد ايه في الماضي يعني. رقم 30 باختصار بيقول لي في جملة في دولت
خاطئة من ناحية الجرامر هتبقى الإجابة بي، وهنقول ليه. الصفة اللي هي difficult بعدها than، يبقى ديت مقارنة، يبقى المفروض most دي تبقى more، عشان كده هي دي الإجابة. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.